كيما شو ما كانش مقابلة سهلة، الحمد لله كان واحد الجو اللي هو درس مباراة شيقة بحكم أن الفرق بجوج كانوا محتاجين الفوز. الحمد لله حنا عملنا بالخوضات ديالنا حتى الآخر، رغم تسجل علينا هدف من ضربة جزاء وصعب علينا نرجعوا في المقابلة. كنبغي نشكر اللعابة كاملين على المجهود اللي داروا، وكنتمنوا الله باش نبقاو غاديين في نفس المنحة باش علينا إن شاء الله نهاية الموسم نتواجدوا في البطولة إن شاء الله. كنشكرهم لأنهم ديما كيساندونا، وإن شاء الله يبقاو بحال هكا كما قلت تنتواجدوا إن شاء الله بلقاء في نهاية الموسم. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.